السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ أتمنى إن شاء الله أن أنتم تكونوا بخير. النهاردة هنكمل مع بعض محاضرتنا في الإلكتريكال سيركت أناليسيز 1، وهنكمل الإلكتريكال تكنيكس. الحقيقة إحنا كنا بدأنا بأول تكنيك كان اسمه كيرشوف تكنيك، وكان الهدف منه إن إحنا نعمل ديترمينيشن في للكارنت إن إيتش برانش باي أبلاين KCL أند KVL. الميزة بتاعت الطريقة دي ان هي بتعملي complete analysis، معناها ان انا بجيب الكارنت والفولتج في كل element في الالكتريكال سيركت under study. دي ميزة وعيب. ميزة ان انا عملت complete analysis للسيستم، عيب ان الطريقة دي اجبرتني ان انا ادرس كل الالمنتس، وانا مش دايما ببقى محتاج كده. فعشان كده عملونا تكنيك تاني اسمه simplification technique، وده سمح لك ان انت تعمل reduction، تعمل simplify to the circuit under study in order to analyze a portion of the circuit. فبيسمح لي ان انا اعمل analyze لجزء من الدائرة بتاعتي، يعني اقدر اجيب في الجزء ده الفولتج والكارنت والباور. الكلام ده بعمله ازاي؟ بان انا بستخدم series connection، ما نفعتش بستخدم الفرر كونكشن، ما نفعتش بستخدم الستار دلتا ترانسفورميشن. وزي ما اتفقنا قبل كده ان الهدف من الستار دلتا ترانسفورميشن ان انا ارجع تاني للسيريز والبرر، وبالتالي ما تنفذ الستار دلتا ترانسفورميشن الا لما تتاكد ان السيستم مفهوش سيريز وبرر. بعدين اخدنا تكنيك تالت اسمه النود فولتج ميثود، وده كان الهدف منه ان انا احسب الفولتج عند كل اسينشال نود. ولو جبت الفولتج عند كل essential node كده برضو هتعمل complete analysis، بس الفرق ما بينها وبين كيرشوف ان انت هنا هتطبق KCL بس، وبالتالي التكنيك ده بينفذ نص كيرشوف وبرضو بيعملي complete analysis. اقصد ايه بنص كيرشوف؟ ان انت بتنفذ KCL بس، انما كيرشوف تكنيك كان بيطبق KCL وKVL. برضو لو كنت لو نجحنا بالنود فولتج ان احنا نجيب الفولت عند كل essential node، هنقدر نجيب الكارنت في كل برانش، وبالتالي نقدر نجيب الفولتج ونعمل كومبليت اناليسيس للسيستم بتاعي. بعد كده اخدنا تكنيك اسمه الميش كارنت ميثود، وده كان الاوبجكتيف بتاعه ان احنا نعمل ديترمينيشن للفولتج والكارنت ان ديترمينيشن للكارنت ان ايتش ميش باي ابلاين كي في ال اونلي. وبالتالي هنا بنطبق كي في ال بس، والنوت فولتج بتطبق كي سي ال بس، وكيرتشوف كان بيطبق KCL وKVL. التلاتة ميثودز دول بيعملوا complete analysis للسيستم، والسامبليفيكيشن دي بتعمل analysis لجزء من السيستم. انما المرة دي هناخد Thevenin Theorem، والحقيقة ان Thevenin Theorem ديت نظرية مهمة جدا وخطيرة جدا، وفيش امتحان فاينل بيخلو من Thevenin Theorem، وكمان هنطبق على Thevenin Theorem نظرية تانية اسمها الماكسيمم باور ترانسفير. فاهتموا جدا بالنظرية. الاوبجكتيف بتاعي زي ما تعودت معاكو ان انا في كل محاضرة لازم ادي لك تكنيك جديد اقولك الاوبجكتيف ايه. المرة دي الاوبجكتيف بتاعي ان انا عايز اعمل analysis لسبيسيفيك element or analysis to a specific branch. المرة دي الموضوع مختلف، انا مش عايز ادرس جزء من الدايرة، انا مش عايز ادرس الدايرة كلها، لا انا عايز ادرس element واحد في الدايرة، عايز ادرس branch واحد في الدايرة. طب وبقية الدايرة مش عايز ادرسها. وبالتالي المرة دي انا هعمل برضو simplification بس بتكنيك مختلف عشان ادرس a specific element or a specific branch. عشان كده الobjective بتاعي ان انا هستخدم circuit simplification powerful technique اللي هي Thevenin Theorem that focus on terminal behavior analysis. هركز على two terminals هم اللي هدرسهم، ما بينهم الالمنت اللي انا مهتم بالاناليسيس بتاعه. That means the analysis of only specific element or branch of circuit exists between specified terminals. هنبقى محددين two terminals، ما بين التو terminal دول يا اما هيكون عندي specific element يا اما هيكون عندي branch، والبرانش ده ممكن يكون فيه اكتر من element. هو ده اللي احنا عايزين نعمل له analysis. الديفينيشن، النظرية دي بتقول ايه؟ بتقول لك ان انت لو عندك اي linear
active resistive network. يعني linear يعني بتعامل مع linear resistors. يعني linear resistors يعني relation between the voltage and the current are linear. زي ما درسنا في المعمل. في المعمل انت نفذت قانون اوم، وقانون اوم ده اثبت ان العلاقة بين الفولتج والكرنت علاقة لينير. وفي حاجة غير كده، في elements بتبقى المقاومات بتاعتها نون لينير زي الدايت. فهو اللي بيتكلم عليه النهاردة ان انا بتعامل مع لينير elements، يعني بتعامل مع لينير resistors، يعني بتعامل مع resistors قيمتها ثابتة والعلاقة بين الفولتج والكرنت علاقة لينير. active يقصد ان انا عندي sources بقى، سواء كانت dependent او independent، voltage source، current source، resistive مجموعة من المقاومات، network يعني انا موصلهم مع بعض. connected to a resistive load RL، هو ده اللي انا عايز اعمل له analysis. يبقى انا عندي linear active resistive network وصلة باللود بتاعي اللي هو مين؟ RL. النتورك دي can be replaced by a voltage source واحد called Thevenin in series with a single resistor called Thevenin. ازاي؟ بص على الرسمة دي. الرسمة دي بتوضح اللي احنا قلناه. بتقول لك ان انت لو عندك linear active resistive network connected to a resistive load زي ما انت شايف between two terminals A and B، المطلوب ان انا اشيل النتورك دي واحولها للدائره البسيطه اللي هي عباره عن فولت سورس واحد اسمه في ثيفنينز ومقاومه واحده اسمها ار ثيفنينز، واللود بتاعي بقى موجود في الدائره البسيطه دي. اقدر اعمل اناليسيس للدائره البسيطه اللي انا وصلت لها بنظريه ثيفنينز، واجيب الفولتج والكارنت والباور للاليمنت ده. بس في مشكله في الكلام ده؟ اذا انا عايز احول النتورك دي للدائره البسيطه، فهشيل النتورك دي اللي هي عباره عن مجموعه من السورس ديبندنت واندبندنت وريزيستورز كلهم متوصلين مع بعض وعاملين سيستم، والسيستم ده بيغذي اللود ده. احنا عايزين نشيل السيستم ده ونحط مكانه الثيفنين ايكويفالنت سيركتس. هو هنا بيقول لك ذا ديديوسد سيركت، الدائره اللي انت هتستنتجها از كولد ثيفنين ايكويفالنت سيركت and is equivalent to the original circuit connected to the resistive load. بيأكد لك المعلومة ان الدائرة اللي انت وصلت لها ديت هتبقى عبارة عن دائرة Thevenin's، والدائرة ديت equivalent to the original circuit connected to the resistive load، بتقوم بنفس دور اللي بتقوم به الدائرة الاصلية. يعني الفولتج اللي بياخده اللود، الكارنت اللي بياخده اللود، الباور اللي بتوصل للود، سواء وصلتها بالاوريجينال سيركت او وصلتها بدائره ثيفنينز، مفروض ان اللود ما يحسش بفرق. ده معنى كلمه ايكويفالنت. خد بالك استخدمنا كلمه ايكويفالنت قبل كده كتير، لما كان عندي مجموعه من المقاومات ان سيريز كنا بنشيلهم ونحط مكانهم مقاومه ايكويفالنت، عندي مجموعه من المقاومات ان بارلل كنا بنشيلهم ونحط مكانهم مقاومه ايكويفالنت، لما كان عندي ثلاث مقاومات على شكل ستار او دلتا كنا بنشيلهم ونحط مكانهم مقاوم او سيستم تاني ايكويفالنت يوم يا ستار يا دلتا برضو، فكنت بتحول من ستار لدلتا او من دلتا لستار. كل القصه دي بتتم تحت عنوان ايكويفالنت. يعني ايه ايكويفالنت؟ يعني لو شلت السيستم ده وجبت مكانه سيستم مكافي ليه، لا الفولتج ولا الكارنت ولا الباور هتتغير في السيركت اللي انا بدرسه. طبعا لو حصل اي تغيير نتيجه عمليه التحويل يبقى التحويل بتاعك اكيد غلط، لان كلمة equivalent معناها ان انت بتحافظ على الفولتج والكارنت والباور في السيستم بتاعك. The two variables Thevenin and R7 should be mainly computed in order to formulate the required Thevenin equivalent circuit. هنا بيحدد لك التارجت بتاعنا ايه. التارجت بتاعنا هما two variables، ان انا احسب V7 واحسب R7. After computing the variable V7 and R7, the resistive load can be analyzed. يعني تقدر بعد ما تحسب ال V7 وال R7 ترجع اللود على الدائرة البسيطة اللي انت جبتها، وتقدر تعمل analysis للresistive load من انت تجيب الكارنت والفولتج والباور في الresistive load. لكن في الطريقة دي مش مسموح لك ان انت تدرس اي element تاني غير الريزيستيف لود اللي انت حددته ما بين terminals A and B، لان هي method بتعمل analysis لspecific element او specific branch between two specific terminals. تمام؟
steps for finding Thevenin equivalent circuit. زي ما تعودت معاكم كده انا دايما اي ميثود بناخدها بندي الستبس بتاعتها. الحقيقة الستبس بتاع Thevenin طويلة شوية، بعد ما نشرحها نظري ان شاء الله هنطبق الستبس دي على مسألتين. اول step بيقولك disconnect the resistive load، دي الحاجة الوحيدة اللي انت عايز تحافظ عليها في السيستم الاصلي. فبيقولك افصل the resistive load، شيل resistive load من الدائرة الاصلية، وهتشيلها برضو من دائرة Thevenin. ما انت عندك دائرتين بنقارنهم ببعض، الدائرة الاصلية ودائرة Thevenin، هنديسكونكت اللود من الاثنين. ليه؟ عشان نحول الدائرة اللي اتبقت لدائرة مين؟ Thevenin. وزي ما قالك كده انت عندك two variables بتدور عليهم. الخطوة التانية نحسب اول الفاريبل اللي هو calculate Thevenin voltage. ازاي احسب ال V Thevenin؟ لو بصيت على دائرة Thevenin هي عبارة عن دائرة بسيطة فيها فولت سورس واحد ومقاومة واحدة، وانت وصلت اللود، وبالتالي كده فرق الجهد ما بين ترمينال A و B هيساوي مين؟ هيساوي V Thevenin. ما دائرة مفتوحة وبالتالي الكارنت الماشي في R Thevenin بيساوي صفر. تعال نشوف، بيقول لك compare the voltage VAV between both the electrical circuit under study اللي هي الدائرة الأصلية بتاعتك and the Thevenin equivalent circuit. ازاي؟ ادي الرسمة بتاعتي، ده linear active resistive network الدائرة الأصلية، فصلنا اللود، فرق الجهد ما بين الـ A والـ B هنحسبه، هنروح لدائرة Thevenin برضو عملنا disconnection للود، فرق الجهد ما بين الـ A والـ B في الدائرة بتاعت Thevenin هيساوي V Thevenin. ليه؟ إن الدائرة مفتوحة والكرنت هيبقى بصفر، وبالتالي فرق الجهد على الـ R Thevenin هيساوي زيرو، وبالتالي هيبقى الـ VAB بيساوي الـ V Thevenin. طب وقيمة الـ VAB هجيبها ازاي؟ هروح للدائرة الأصلية بتاع Thevenin واحسب الـ VAB وقارن الاتنين دول ببعض، فلما قارن الاتنين دول ببعض هيبقى الـ VAB بيساوي الـ V Thevenin. الكلام اللي احنا قلناه ملخصه لك اهو، بيقول لك it is concluded from the Thevenin equivalent circuit that the voltage VAB بيساوي V Thevenin while the value of the voltage will be computed from the original circuit under study using any appropriate technique. بيقول لك استخدم اي تكنيك على الدائرة الاصلية وجيب فرق الجهد ما بين الـ A والـ B. فرق الجهد ما بين الـ A والـ B ده هو هيبقى عبارة عن الـ V Thevenin. الستيب التالتة calculate Thevenin equivalent resistance R Thevenin. ازاي بقى احسب الـ R Thevenin؟ اول خطوة قال لك deactivate the independent source. يعني ايه deactivate؟ يعني وقف نشاط، ابطل مفعول. يعني ايه وقف نشاط وابطل مفعول؟ يعني خلي الفولتج بصفر لو هو فولت سورس، او خلي الكارنت بصفر لو هو كارنت سورس. عشان تخلي الفولتج بصفر معناها شورت سيركت، وعشان تخلي الكارنت بصفر معناها اوبن سيركت. فعشان كده بيقول لك دي اكتيفيت ذا اندبندنت سورسز باي كونفرتينج ذا فولتج سورس تو شورت سيركت اند ذا كارنت سورس تو اوبن سيركت. فهتلغي كل الاندبندنت سورسز. فلو رحنا لدائرة Thevenin، دائرة Thevenin اصلا كانت عبارة عن فولت سورس واحد مع مقاومة، سيادتك لغيت الفولت سورس الاندبندنت، وبالتالي الدائرة هتبقى عبارة عن دائرة ريزيستيف فيها مقاومة واحدة اسمها مين؟ R Thevenin. كده الـ R equivalent اللي ما بين الـ A والـ B بقت مين؟ بقت الـ R Thevenin. طب الدائرة الأصلية بقى الحقيقة فيها حالتين. الحالة الأولى بيقولك for electrical circuits with independent source only، يعني الدائرة الأصلية يكون فيها sources independent بس، أو ممكن تكون الدائرة الأصلية فيها dependent source. فكده هيبقى فيه طريقتين للتعامل مع الدائرة بتاعتي على حسب sources الموجودة فيها. فلو أنا بتعامل مع sources independent بس، الموضوع هيبقى بسيط جدا. قال لك use simplification technique to find the equivalent resistance between terminal A and B. مش الدائرة الأصلية عبارة عن independent source بس، وسيادتك هتلغي كل independent sources، الفولتج سورس هيبقى short circuit والcurrent سورس هيبقى open circuit. ده معناها ايه؟ ان الدائرة هتبقى عبارة عن simple resistive network، دائرة عبارة عن مجموعة مقاومات. استخدم simplification technique series والparallel وstar delta transformation لغاية ما توصل للR equivalent اللي ما بين مين؟ الA والB.
لما هنقارن الدائرتين ببعض، الدائرة بتاع الثيفنينز كانت الـ RAB هي R ثيفنينز، والدائرة الأصلية هتعمل لها simplification فهجيب الـ R equivalent ما بين الـ A والـ B، هتساوي الـ RAB هنا بالـ RAB هنا، فهتستنتج ان الـ RAB هي مين؟ هي الـ R ثيفنينز، وكده تبقى جبت قيمة الـ R ثيفنينز. عشان كده بيقول لك this equivalent circuit equal Thevenin equivalent resistor، يعني معناها ان قيمة الـ RAB اللي انت جبتها من الـ original circuit من السيركت الأصلية هتساوي قيمة الـ R ثيفنينز اللي انت بتدور عليها. لو بنتعامل مع circuits including dependent source، لو الدائرة بتاعتي فيها بقى dependent source، هنا مش هينفع استخدم simplification technique. ليه؟ لان انا هلغي كل ال independent sources، فالدائرة هيتبقى فيها sources مالها dependent، فكده هستخدم simplification ازاي اذا كان لسه في source dependent. تقول لي طب ما نلغي dependent source، ما اقدرش، لان ما اقدرش انفذ خطوة على الدائرة الاصلية ما نفذتهاش على دائرة سبيل. دائرة ثيفنينز فيها sources dependent؟ لا، دائرة ثيفنينز فيها independent source بس، وانا لغيته، وقصاد الكلام ده لغيت كل ال independent sources اللي في الدائرة الأصلية، انما ال dependent source لازم يتساب. طالما سبت ال dependent sources فمش هعرف اجيب ال R equivalent ما بين terminal A and B. عشان كده هنلجأ لطريقة تانية، هنستخدم حاجة اسمها ال test source. ببساطة جدا لو انا في معمل وعايز اقيس قيمة مقاومة والاميتر مش شغال، ما عنديش اميتر، قالك ببساطة قوي ممكن تجيب اي external voltage source وتوصله بالمقاومة وتقيس الكرنت وتقسم ال V على ال I تجيب قيمة ال R، قانون اوم. ده اللي احنا هنعمله، هنجيب auxiliary source، هنجيب external source، هنوصله ما بين terminals A and B، ونشوف الكرنت الخارج من السورس ده كام، ونقسم ال V على ال I فنحسب قيمة ال R equivalent ما بين ال A وال B. ليه عملنا كل الكلام ده؟ عشان عندي source dependent في النص. عشان كده بيقول لك the ratio of the test generated voltage V test to the test delivered current I test results in the equivalent resistance. يعني انت هتجيب ال equivalent resistance المرة دي بدل ال simplification هتجيبها بان انت تجيب ال ratio ما بين ال generated voltage اللي خارج من ال source بتاعي اللي هو ال V test على الـ delivered current اللي خارج من السورس اللي اسمه I test. وبالتالي لو رحنا لدائرة Thevenin's ونفذنا عليها هنلاقي الـ ratio ما بين الـ V test والـ I test هي مين؟ هي الـ R Thevenin. وبالتالي هنروح للدائرة الأصلية وننفذ عليها القاعدة ديت ونجيب الـ ratio ما بين الـ V test والـ I test، الـ ratio اللي هتطلع ديت هي قيمة الـ R Thevenin's. الخطوات بتاعت Thevenin's، وتعالوا ننفذ الخطوات دي على مسألتين، مسألة يكون فيها source dependent ومسألة ما يكونش فيها source dependent. فهنبتدي بالمسألة الأولى بالأسهل، circuit with independent sources only. بيقولك find Thevenin equivalent circuit for the circuit shown in the figure، ومدي لك system بسيطة هم، ادي terminals A and B، في R موجودة ما بين التو terminals، والدائرة الأصلية بتاعتي عبارة عن current source independent current source قيمته 8 ملي أمبير مع resistor 20 كيلو أوم مع ideal independent voltage source 30 voltage 15 كيلو أوم resistor independent current source 10 ملي أمبير و resistor 30 كيلو أوم. الدائرة دي كلها المطلوب ان انا اعمل لها transformation او ان انا اشيلها واجيب مكانها simple resistive network consists of a single voltage source called V Thevenin and a single resistive called R Thevenin. يعني هنشيل الدائرة دي كلها ونجيب مكانها دائرة بسيطة جدا عبارة عن voltage source واحد ومقاومة واحدة. السوليوشن، اول خطوة زي ما اتفقنا هندسكونكت اللود، وبالتالي هنشيل ال RL اللي ما بين terminal A and B، فهو بيحدد لك في المسألة ايه الـ specific terminal اللي انت هتدرسه، فبيحط لك A و B، معناها اللي ما بين الـ A والـ B ده هو اللي انا عايز اعمل له analysis، يبقى element يبقى branch whatever زي ما يحدد لك هتشتغل عليها. الخطوة التانية عايزين نحسب الـ V7. نحسب الـ V7 ازاي؟ زي ما اتفقنا هنعمل comparison ما بين فرق الجهد ما بين الـ A والـ B في الدائرة الأصلية
مع فرق الجهد ما بين الـ A والـ B في دائرة سيفنين. بالنسبة لدائرة سيفنين، دائرة بسيطة جدا، عبارة عن فولت السورس مع مقاومة إن سيريز. زي ما اتفقنا المقاومة إن سيريز ديت الكارنت فيها بصفر لأن الدائرة مفتوحة، لأن احنا عملنا ديسكونكشن للود، ففرق الجهد ما بين الـ A والـ B هيساوي V ثيفنينز. هروح للدائرة الأصلية بقى ونحسب فرق الجهد ما بين الـ A والـ B، وزي ما اتفقنا استخدم أي تكنيك يعجبك. في المسألة هنا هنستخدم النود فولتج مثلا، فقال لي إن أنا عندي تلاتة اسينشال نود زي ما هم واضحين في الرسمة قدامك، هنختار واحدة فيهم ريفرنس. اخترنا النود اللي تحت هي الريفرنس، وبالتالي النود اللي فوق بقى الجهد بتاعها 30. ليه؟ لأن في ايديال فولت سورس موجود ما بين التو اسينشال نود قيمته 30 فولتج، و 30 فولتج دي معناها ايه؟ ان فرق الجهد ما بين النقطتين 30، وسيبت خليت الجهد تحت صفر عشان خدته ريفرنس، وبالتالي جهد النقطة اللي فوق 30. فانا عندي 3 اسينشال نود، وبالتالي number of equation from KCL هيبقى n ناقص 1 بيساوي 2، منهم بقت معلومة والجهد بتاعها بكام؟ ب 30 فولتج، وبالتالي هنطبق KCL على النود التانية اللي هي Thevenin's. بعد ما نطبق المعادلة ديت هنحلها، هيطلع قيمة، وطبعا دي معادلة في مجهول، فهتطلع قيمة ال V Thevenin's بناقص 80 فولتج. الجزء التاني عايزين نحسب ال R Thevenin's. طبعا السيستم بتاعي ما فيهوش اي ديبندنت سورس، فهنعمل دي اكتيفيشن لكل الاندبندنت سورسز. اي فولت سورس هيبقى شورت سيركت، اي كارنت سورس هيبقى اوبن سيركت. فزي ما انت شايف ادي الايكوفالنت سيركت بتاعتي اهي، لغينا الكارنت سورس ولغينا الفولت سورس، فالدايره بقت عباره عن سمبل ريزيستيف نتورك، دايره عباره عن مجموعه من المقاومات. اعمل لها بقى سمبليفيكيشن باستخدام السمبليفيكيشن تكنيك. طبعا المقاومة الأولى اللي هي 20 كيلو أوم دي معمولها شورت سيركت فهتتلغي، فهتبقى لي مقاومتين ال 15 كيلو أوم مع 30 كيلو أوم، دول مع بعض in parallel، فهنجيب حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، فهتطلع الار تيفنين دي مع 10 كيلو أوم، وكده أنا ما جبنا ار تيفنينز، وكده أنا خلصت وجبت التو variables اللي أنا بدور عليهم، جبت ال V تيفنينز وجبت مين الار تيفنينز. أقدر أرجع بقى لدائرة تيفنينز وارجع اللود بتاعي واشوف المطلوب ايه. الحقيقه هو في المساله هنا ما كانش طالب غير بس ان انا اجيب دايره ثيفنينز، فانا جبت له دايره ثيفنين خلاص بان انا حسبت الفي 7 وحسبت الار ثيفنينز. لو كان طلب مني اي حاجه تانية الموضوع كان هيبقى بسيط جدا، هترجع اللود بتاعك على الدايره البسيطه بتاع دايره ثيفنينز، واحسب بقى الفولتج واحسب الكرنت، وابتدي اشتغل على الدايره البسيطه بتاع دايره ثيفنينز. مسألة تانية، circuit including dependent source. وزي ما اتفقنا لما يكون عندي dependent source دي هيبقى عندي مشكلة بسيطة في حسابات ال R Thevenin's ان انا مش هقدر استخدم simplification technique. تعال نشوف مع بعض في المسألة دي عايز ايه. بيقولك for the circuit shown in the figure find the Thevenin equivalent circuit. Find the power absorbed by the load RL if the RL equal 50 ohm. وادي السيستم بتاعك زي ما انت شايف عبارة عن سيركت فيها dependent source، والdependent source ده عبارة عن current بيتحكم في قيمته voltage، فسميناه voltage control current source. وعندي source تاني dependent sorry independent قيمته 0.2 ohm، وعندي two resistor 20 and 30 ohms. الدائرة دي كلها connected لمين؟ للresistive load اللي اسمه RL اللي موجود ما بين terminal A and B. زي ما اتفقنا الخطوة الأولى هنعمل ايه؟ هن disconnect load وهنجيب الفولتج ما بين terminal A and B. الفولتج ما بين terminal A وال B ده هيساوي مين؟ هيساوي ال B Thevenin's، وده أول جزء في الدائرة بتاعتي. وبعدين بعد كده الجزء التاني نجيب ال R Thevenin's، يعني نبتدي solution بتاعنا. الكالكوليشن اوف ال V Thevenin's، ادي الايكوفالنت سيركت بتاعتي بعد ما عملنا ديسكونكشن للود، والهدف بتاعنا نجيب فرق الجهد ما بين تيرمينال A و B. الحقيقه دي دايره بسيطه جدا مش محتاجه نستخدم اي تكنيك، ده بقانون KCL وKVL هنقدر نجيب الحل بسهوله. ال V Thevenin's زي ما انت شايف كده هو عباره عن الجهد
اللي اسمه V1 اللي على المقاومة 20 اوم بلس الفولتج على المقاومة 30 اوم. فلو جمعت V1 على V هجيب ال V Thevenin. طب ال V1 هجيبه ازاي؟ طبق قانون اوم. والكرنت اللي اسمه V over 40 ده الكرنت ده كله هيمشي في المقاومة كام؟ 20. والكرنت اللي ماشي في المقاومة 30 هو عبارة عن مجموعة 2 كرنتس. الكرنت اللي اسمه point 2 امبير على الكرنت اللي اسمه V over 40. فكده بقيت عارف الكرنت في المقاومة 20 وعارف الكرنت في المقاومة 30. ولما اضرب الاي في الار هنا والاي في الار هنا هجيب الفولتج ده واجيب الفولتج ده، اجمع ال V1 على ال V اطلع ب V Thevenin. طيب تعال نجيب الفولت منين اللي اسمه V. هطبق قانون اوم فقالك ان ال V ده بيساوي 30 times 0.2 plus V over 40. جاب الكرنت ازاي؟ طبق KCL على النود اللي فوق الكرنت سورس. الكرنت اللي داخل عندي 0.2 امبير والكرنت اللي جاي لي من فوق V over 40، مجموع الاثنين جبت الكرنت اللي ماشي في المقاومة 30. اختصرها بقت معادلة في مجهول، فالV بقت بتساوي 6 plus 0.75V. دي معادلة في مجهول، ويحل المعادلة ديت ويطلع لك قيمة الV، وبيطلع طلعت قيمة الV بكام؟ 24 فولت. كده انا عرفت قيمة الديماندنت كارنت سورس، لان الديماندنت كارنت سورس قد قيمته V على 40 والV طلعت بكام؟ 24. فكده عرفت قيمة الكرنت ده. هروح اجيب الفولت اللي اسمه V Thevenin، هو عبارة عن V اللي انا لسه جايب قيمته من شوية بلس قيمته فوق اهيت بلس ال V1. ال V1 هيساوي ايه؟ زي ما اتفقنا الكرنت اللي الكرنت بتاع الديبندنت سورس مضروب في 20. فالكرنت بتاع الديبندنت سورس بقى معلوم دلوقتي، هو المفروض V على 40 وال V طلعت ب 24، يبقى الفولت V1 هيساوي 24/40 × 20. كده جبت الفي ثيفنين ب36 فولت. كده دايرة ثيفنينز جبنا الجزء الاولاني فيها اللي هو مين؟ الفي ثيفنين. الجزء التاني عايزين نجيب ار ثيفنينز. زي ما انت شايف كده لقيت الديبندنت سورس، لقيت الاندبندنت سورس اللي قيمته 0.2 امبير، خليته اوبن سيركت، ووصلت ما بين تيرمينال A وال B external voltage source اسمه B test والخارج اللي خارج منه اسمه I test. والهدف بتاعي ان انا اجيب الريشيو ما بين ال V test وال I test. هستخدم النود فولتج ميثود، وعندي تو اسينشال نود، هاخد واحده منهم ريفرنس اللي هي اللي تحت، وبالتالي بقى جهد النقطه اللي فوق اسمه V test. والهدف بتاعي المره دي ان انا عايز اجيب الريشيو ما بين ال V test وال I test. انا لا يهمني قيمه ال V test ولا يهمني قيمة الاي تيست، انا عايز الريشيو ما بين الفي تيست والاي تيست. خد بالك ان المقاومة 20 والمقاومة 30 دول مع بعض ايه؟ سيريز، والفولتج اللي عليهم اسمه في تيست، وبالتالي الفي اللي هو الفولتج على المقاومة 30 اقدر اجيبه بالفولتج ديفايدر رول. دول المقاومتين مع بعض ان سيريز، الفولتج توتال اللي عليهم في تيست، يبقى الفي هيساوي ايه؟ 30 على مجموع المقاومتين 50 في الفي تيست. يبقى كده انا عرفت قيمه الفي، والفي ديت هي اللي بتتحكم في الكرنت سورس بتاعي، وبالتالي معادله بسيطه جدا، هيبقى الكرنت سورس بتاعي زي ما اتفقنا قيمته كام؟ في على 40، والفي دي بتساوي 30 على 50 في في تيست على 40. كده ده جبنا كرنت سورس وهو داخل على النود، فديته اشاره نيجاتيف. البرانش التاني الكرنت اللي ماشي فيه في تيست على 50، كل الكلام ده بيساوي اي تيست. دي معادلة في مجهولين انا مش عايز احلها، لكن انا عايز اجيب الريشيو ما بين الفي تيست والاي تيست. خدت الفي تيست مشترك، فتبقى لي 1 على 50 وتبقى لي 30 على ناقص 2000، كل الكلام ده بيساوي الفي تيست. هجيب الريشيو ما بين الفي تيست والاي تيست، كده بعرفت قيمة الار ثيفنين طلعت ب 200 اوم. كده انا جبت دائرة تيفنينز، وبالتالي ادي دائرة تيفنينز. انا عارف الفي تيفنينز وعارف الار تيفنينز، وادي الار ال بتاعتي.
اقدر احسب ده اي حاجة هو عايزها مني. هو قال لي اول مطلوب انا عايز دائرة تيفنينز جبناها. المطلوب التاني قال لي انا عايز احسب الباور في المقاومة RL. فانا جبت الكرنت. الكرنت هو عبارة عن V تيفنينز على R تيفنينز ده RL. طبقت قانون اوم والR تيفنينز والRL مع بعض in series. فقسمت الV على الR equivalent جبت الI. والباور هي عبارة عن I square في R جبت الباور. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من المحاضرة ديت. عايزكم تهتموا بيها جدا. وان شاء الله الاكسرسايز هتتابعوه مع السادة المعيدين. وربنا يوفقكم ونقابلكم ان شاء الله على خير. شكرا.